الأدباء وشعراء يتبعهم العوز والحرمان. بهذه الكلمات وصف أعضاء اتحاد الأدباء في محافظة بابل واقعهم المرير جراء عدم اهتمام الحكومة العراقية بالوسط الثقافي والأدبي. فالمعاناة تلاحق الأدباء حتى في فراش المرض، فإنهم لا يجدون الأموال الكافية لعلاجهم. الأديب العراقي بصراحة يعاني الكثير من شظف العيس وعدم اهتمام المؤسسة الرسمية بإبداعه، لأنه الكثير من الأدباء يعانون من الأمراض ومن المشاكل الصحية. لذلك ندعو المؤسسة الرسمية إلى احتضان هذه الشريحة، شريحة الأدباء، بدعمهم ماديا ومعنويا. نتمنى أن تكون مكانة الأديب العراقي تضاهي مكانة الأدباء حول العالم من خلال الاحتفاء بهم بصورة دورية والاهتمام باحتياجاتهم الصحية، احتياجاتهم على كافة الأصعدة، لأن الأدباء ولأن الأدب والثقافة هي شعلة الحضارة. فيما انتقدوا إداء وزارة الثقافة الاتحادية جراء إهمالها للوسط الثقافي والأدبي بما يخص طباعة نتاجاتهم الثقافية، وكذلك عدم دعمها لإقامة المهرجانات والمؤتمرات التي يقيمها الاتحاد في عموم المحافظات العراقية. صراحة نتمنى يعني أن يكون هناك دعم حقيقي للأديب العراقي والمتمثل بوزارة الثقافة. وزارة الثقافة في وادي وكل الاتحادات والنقابات المنطوية تحت وزارة الثقافة في وادي آخر. الآن نحن كأدباء لا يوجد دعم صراحة، لا من قبل وزارة الثقافة ولا من قبل الحكومات المتالية. نطمح أن يكون هناك دعم حقيقي، يعني مثلا احنا لحد هذه اللحظة لم نستلم المنحة منذ سنتين، والأديب كما تعلم أغلبهم حالتهم يعني المادية بسيطة، فيحتاج الأديب دعم لطبع منجزه. هناك أسماء مهمة وأسماء في العراق عراقية وعربية أيضا تحتاج هذه الأسماء إلى اهتمام خاص. وعلى الرغم من ضيق ذات اليد والحركة في ظروف صعبة، حرص الاتحاد على أن تكون له أنشطته الفاعلة، فحافظ على اللقاء الأسبوعي للأعضاء، ويطرح هذا اللقاء موضوعا معينا ويدعو له ضيوف لمناقشة مستجدات الوسط الثقافي والأدبي على المستوى المحلي والعربي. من محافظة بابل، معتز العبودي، زاكروس تيفي.